بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق قافلة عيون لجيبوتي وتوقيع الكشف على 2000 طالب وتسليم 650 نظارة للمستحقين. الدولة تواصل جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفر السلع الأساسية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة للمواطنين. العملية العسكرية تمتد للخارج الأوكراني وتصل الأراضي الروسية بطائرتين لأوكرانيا، الثالثة في القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت مصر قافلة طبية إلى جمهورية جيبوتي لتقديم خدمات قياس حدة الإبصار. القافلة الطبية استمرت لمدة أسبوع وأسفرت جهودها عن توقيع الكشف الطبي على أكثر من 2000 طالب، فضلا عن صرف 650 نظارة طبية، وذلك انطلاقا من الروابط القومية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتأكيدا لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها واستمرار للدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة. تواصل الدولة جهودها لدعم المواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال التوسع في معارض أهلا رمضان، والتي تبقى مختلفة هذا العام في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية. في هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يتناول الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. معارض أهل رمضان السنة دي بتشهد برقم غير مسبوق 8000 معرض على مستوى الجمهورية. كان افتتاح المعرض الرئيسي يوم 24 مارس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والمعرض مستمر بتخفيضات من 20 ل 25 وبعض السلع 30%، والمعرض فيه 165 شركة عارضة. وزارة التموين من خلال الشركة القابضة دفعت ب 1300 منفذ على مستوى الجمهورية. هنقول ده تم الدفع ب 160 شادر على مستوى الجمهورية في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر سكانا، كما تم الدفع ب 300 سيارة متنقلة ما تحمل ما بين طن ونص إلى 5 طن من المواد الغذائية من السلع الاستراتيجية التي تجوب مناطق القاهرة ومحافظات مصر. دولة رئيس مجلس الوزراء وجه سيادته باستمرار الشوادر والعربيات المتنقلة والمعارض طوال العام. أنا هنا في معرض أهلا رمضان، المعرض الرئيسي موجود فينا بأرض المعارض. بسم الله ما شاء الله، السلع متوفرة قوي وبأسعار حلوة قوي. اللحمة المفرومة الكيلو ب 55 جنيه. أنا جايبة فرخة كيلو 100 ب 55 جنيه جميلة، الزيت ب 24 جنيه و 25 و 28. اللحمة أرخص من بره نص بالنص، والفراخ النص بالنص، والزيت والسكر والرز كل حاجة النص بالنص. في أسماك جوه كمان أسعارها كويسة جدا، وفي بيض وفي زيوت وفي دقيق وفي كل حاجة. أهلا رمضان بيتعمل بقاله 6 سنين ودي النسخة 7، وكل سنة بيبقى الغرف التجارية بتعمل دور مجتمعي اللي هو معارض بتخفف ارتفاع الأسعار على المواطنين، ولكن النسخة 7 اللي احنا فيها دي مختلفة شوية لأن هي إدارة أزمة. احنا هنا في المعرض بالاتفاق والتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية وفروا لنا حضرتك المعرض ده، فكرنا ان احنا نعمل تخفيض اسعار طبعا عن بره بكتير. الغرفة اتفقت معانا ان احنا نفرش في المعرض هنا، وسهلت لنا المكان والنور والكهرباء والمخازن وكل حاجة. شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتشارك في المعرض بتاع أهلا رمضان، بتخفف العبء على المواطنين
الاسعار حاجات مخفضه هنا طبعا غير اسعار بره خالص، في الدقيق والمكرونات وما كل ما يلزم، حاجات رمضان كلها موجوده عندنا وحاجات متوفره كلها دايما باسعار مخفضه عشان خاطر رمضان. الغرفه التجاريه في محافظه الجيزه اتصلت بينا طبعا كتجار، وفروا لنا كل حاجه مجاني على اساس ان احنا نوفر حاجه للشعب مخفضه وبسعر كويس. فاحنا عندنا هنا اللحم السوداني ب 95 جنيه. سمعنا عن اهل رمضان بتاع شبرا، جيت الحمد لله انا لقيت البلح والزيوت وكل حاجه متوفره وفوق الممتازه، غير بره، غير المحلات اللي في الشارع اللي هي الاهالي، غير المحلات اللي بره خالص، السعر الدقيق هنا والزيت والرز فوق الممتاز والسعر جيد. لفيت في محلات كتير لدرجه ان انا رحت محلات بتبيع بالجمله اصلا وفي اماكن بعيده، لقيت الاسعار هنا متناول. الاسعار هنا مختلفه تماما عن الاسعار الموجوده في السوق بره، والحمد لله قدرت اجيب كل اللي محتاجه البيت من معرض امان. يعني المكرونه باربعه ونص وفي بخمسه، والرز الخمسه كيلو بثمانيه وخمسين، حلو عن بره، بره الاسعار غاليه جدا. معرض الحقيقه فيه كل حاجه وبره كده، وانا شايف الاسعار هنا يعني يمكن اقل من بره. بصراحه انا شايف كل السلع الغذائيه متوفره وجودتها عاليه. احنا هنا في معرض اهل رمضان على فيصل عند محطه الطلبيه، تمام، والاسعار هنا الحمد لله تمام يعني وفي متناول الجميع يعني. طبعا حضرتك الاسعار هنا اقل من بره من 10 ل 20% مجمل الاسعار يعني. يعني في كل حاجه مثلا في السكر من هنا ب 10 جنيه و10 جنيه ونص، بره ب 12 جنيه ونص، فانت كده بتتكلم في 20% خصم. نفس الكلام في الرز، نفس الكلام في الزيت. البلح اللي بيتباع ب 60 بره احنا بنبيعه ب 30، التمر الهندي اللي بيتباع ب 50 بنبيعه ب 40، الضم اللي بيتباع ب 70 وب 80 البلدي بنبيعه ب 60، الكمون اللي هو نمره واحد بيتباع بمره ب 140 وب 160 احنا بنبيعه ب 120. تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وذلك بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية. كل عام حضراتكم بألف خير. التقى الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة. ونقل الفريق محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، كما هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بتفانيهم في أدائهم مهامهم على أكمل وجه، فضلا عن دورهم البطولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار. واستعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، كما أدار حوارا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، ناقش خلاله تطورات الأوضاع على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل بما يسهم في تحقيق الاستقرار واستمرار عملية التنمية التي تشهدها مصر بكافة المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من حالة الوعي والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة، فضلا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال القوات المسلحة، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين
الذين يقاتلون في كافة الميادين من أجل رفعتها وتقدمها، وأن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالي والنفيس للدفاع عن أمن مصر واستقرارها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 108 قضايا تموينية بمضبوطات تصل إلى 115 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية مختلفة، كما تم ضبط ما يقرب من 17 طن دقيق مدعم وسكر تموين وأسمدة مدعمة، بالإضافة إلى 5400 أسطوانة بوتاجاز، وذلك في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طن، أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط أكثر من 28 طن أسمنت. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن يوم اليتيم يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية. وعبر تدوينة لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شددت السيدة انتصار السيسي على أن مصر تحتفل اليوم مع أيتامها، داعية الجميع لمشاركتهم فرحتهم في هذا اليوم ومحاولة تعويضهم عما فقدوا لرسم البسمة على شفاههم. كل عام وكل طفل يتيم بخير. تحتفل مصر اليوم بالعيد 17 ليوم اليتيم الذي يوافق أول جمعة من شهر إبريل كل عام. ويعد الاحتفال بيوم اليتيم فكرة مصرية بدأ تطبيقها في عام 2006 قبل أن يتم تعميمها بالعديد من الدول العربية بعد ذلك. شهد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال شهد الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بيوم اليتيم بحديقة الأزهر، والتي شارك فيها حوالي 150 طفلا من دور الأيتام بالقاهرة. وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الدولة بالأيتام وجميع أبنائها عاما باعتبارهم أمل ومستقبل مصر، وتقديم كل الدعم والمساندة للأيتام باعتبارهم جزء من المجتمع، وتتطلب منا جميعا الرعاية والاهتمام بالجانب المجتمعي والإنساني. وقال وزير التنمية المحلية إن هذا اليوم يعد فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع، حيث إن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، ولا بد أن يعلم جميع أبنائنا من الأيتام أن سعادتهم من أولوياتنا جميعا، وأن أحلامهم مسؤوليتنا. ده يوم جميل لازم كلنا نشارك فيه بأي حاجة، لازم نشارك فيه بوجودنا كفاية شارك فيه، لازم نشارك كلنا الأطفال دول ونحسسهم إن مصر دايما معاهم مع أي حد ومع في كل مكان موجودة معاهم، عشان يتعلموا إزاي وهم صغيرين ولاهم وحبهم لمصر وحبهم لبلدهم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وأنا مش عايز أطول عليكم عشان ما أخركوش وعشان أولادي يفرحوا بعيدهم، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. أكتر حاجة مبسوط اللي إحنا متجمعين، واسمه اذا اللي احنا متجمعين واخواتنا برضه متجمعين، واللي احنا في اسمه اذا بنلعب في الملاهي. انا مبسوطه النهارده اللي احنا مرجعنا على الملاهي، مبسوطه اللي احنا جينا هنا. اول لما جيت حبيت المكان دوت، وحبيت الالعاب، وحبيت ان انا اقعد مع اصحابي اخواتي يعني، واقعد مع حضراتكم، وعجبت وانا اتعجبت من المكان دوت قوي. مبسوط عشان الملاهي والميه دي، وعشان النطاطه نطط عليها،
ومبسوطه عشان اخواتي معايا. فرحانه ان انا اتعرفت عليكم قوي، وسيد المدير بيجيب لنا حاجات قد كده وبيجيب لنا العاب وكمان بيهتم بينا. في جديد الأزمة الأوكرانية، أكد الكرملين أن الضربة الجوية الأوكرانية لمستودع وقود في مدينة بيلغورود الروسية لا توفر ظروفا مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كييف. في المقابل أوضح وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي تورط بلاده في هجوم على مستودع الوقود في مدينة بيلغورود الروسية. الأزمة الأوكرانية الروسية بلغت ذروتها، فبعد أن كانت العملية العسكرية في الداخل الأوكراني امتدت لخارجه، واتخذت كييف قرارات ربما لم تعرف عاقبتها، والوضع الميداني تطور إلى مرحلة خطيرة، فإلى نقطة الصفر عادت الأمور، خاصة في ظل المفاوضات التي لم تسفر عن أي شيء. طائرتان حربيتان أوكرانيتان هليكوبتر قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية، وذلك في أول اتهام لكييف بشن ضربة جوية على الأراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية قبل 5 أسابيع. العملية العسكرية الأوكرانية في الداخل الروسي هي إطلاق عدة صواريخ من ارتفاع منخفض أعقبها هجوم عبر الحدود الروسية، مما تسبب في إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وكذلك أدى إلى نشوب حريق في 8 خزانات من 16 خزانا في المنشأة وإصابة 2 من العمال. لم يكن الحريق سهلا، فقد شارك في إخماده 105 أشخاص و31 آلية، لكن الشركة المالكة لمستودع الوقود قالت في بيان منفصل إن الحريق لم يسفر عن إصابات دون ذكر لأي معلومات عن سببه. هكذا تواصل موسكو معركتها بين التفاوض والضغط العسكري على أوكرانيا، وكييف ربما تسلك هي الأخرى نفس الطريق، خاصة في ظل دعم الدول الغربية لها. أكد حاكم منطقة شنيف أن روسيا تواصل سحب بعض من قواتها من شمال منطقة كييف نحو بيلاروسيا. وأوضح أن بعض القوات الروسية لا تزال في المنطقة، وأن الهجمات الصاروخية الروسية لا تزال ممكنة. من جانبها أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنه وفقا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن الوضع في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قريتي سلوبودا ولوكاجيفينكا الواقعتين جنوب مدينة تشيرنهيف. قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اللجنة ترسل موظفين إلى مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة، وتأمل في أن يتسنى البدء في عملية إجلاء آلاف المدنيين. وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر إيوان واتسون إن اللجنة لم تحصل على إذن لنقل مساعدات إنسانية مع القافلة، وغادرت بدون الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات التي كانت معدة مسبقا. ويتألف فريق الصليب الأحمر من 3 سيارات نقل تقل 9 من موظفين، ويعتزم قيادة قافلة من حوالي 54 حافلة أوكرانية وعدد غير معروف من المركبات الخاصة للخروج من المدينة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الوضع في جنوب بلاده وبمنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة. وفي هذا الإطار أكد زيلينسكي أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة، مضيفا أن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع من كييف وتشيرنهيف. كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه أقال 2 من كبار المسؤولين في جهاز الأمن، هما رئيس الأمن الداخلي ورئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز بوشماستر، وذلك بناء على طلب للرئيس الأوكراني. وأوضح موريسون أن أستراليا حاليا ترسل بالفعل أسلحة وذخائر ومساعدات إنسانية إلى أوكرانيا. ومن جانبه أعلن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون أنه تم تحديد المركبات التي سيكون من الممكن إرسالها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه جاري حاليا بحث سرعة تحقيق ذلك. They need their own money and they need to be able to...
أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن القوات الروسية قتلت 153 طفلا في أوكرانيا وإصابة 245 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وفي بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني أشار إلى أنه لا يزال يعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر نظرا لصعوبة حسابها بدقة، وذلك بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن بولندا استقبلت حتى الآن أكثر من 2,400,000 لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وأوضحت الوكالة في بيانها أن 23,000 لاجئ دخلوا الحدود خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى أنهم معظم اللاجئين يحملون الجنسية الأوكرانية، ومن بينهم مواطنو دول من آسيا وإفريقيا. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة فرض تكاليف باهظة على روسيا ردا على هجومها على أوكرانيا. وفي بيان صحفي أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استهداف كيانات وأفرادا وشبكات تهريب الكريملين من العقوبات، والتي تلعب دورا مهما في قدرة روسيا على مواصلة هجومها على مواطني أوكرانيا، موضحا أن هذه الخطوة تأتي بعد استهداف واشنطن في 15 و24 من مارس الماضي لأفراد وشركات في القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية الذين يدعمون بشكل مباشر الآلة الحربية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا ولا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم، خاصة القارة الأوروبية، فمنذ اندلاع الأزمة حدثت موجة من التضخم العالمي، ما تسبب في ارتفاع لأسعار السلع والغاز. فبعد فرض الغرب عقوبات على موسكو، قررت روسيا بيع الغاز بعملتها الروبل في محاولة لردع العقوبات، بالإضافة إلى إعلانها أنها ستوفر إمداد المنتجات الزراعية للدول الصديقة فقط. إلى ساحة النفط والغاز والخبز والروبل انتقلت الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على العالم وخاصة القارة الأوروبية. فمنذ اندلاع الأزمة قامت دول أوروبا بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية على موسكو، ومعها الولايات المتحدة التي منعت استيراد النفط والغاز الروسيين، وهي الخطوة التي تعد الأقوى والأخطر منذ بدء العملية العسكرية التي ساهمت في رفع الأسعار العالمية من النفط والغاز وزيادة التضخم العالمي بشكل كبير. العقوبات التي فرضها الغرب دفعت الجانب الروسي إلى الرد بالمثل، فرفعت موسكو شعار أعطني الروبل أعطيك الغاز، وذلك طبقا لمرسوم وقع عليه الرئيس الروسي بوتين لينظم تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة، مما تسبب في حالة من الانزعاج وعدم الاستقرار للقارة العجوز وحالة من الهلع بين قادتها، خاصة أن القرارات الروسية سيترتب عليها غلاء الأسعار بشكل كبير، خاصة في ألمانيا وبولندا أكثر البلدان المتضررة من الأزمة. لم يكتف الجانب الروسي بهذا فحسب، بل وصلت إلى أبعد من ذلك، فحذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أحد حلفاء بوتين من أن بلاده، وهي مصدر رئيسي للقمح في العالم، قد تقصر بيع إمدادات المنتجات الزراعية على الدول الصديقة فقط، وذلك ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
أوروبا واجهت قرارات موسكو بالرفض، ولكن الجانب الروسي أعلن أن الرفض الغربي لا يغير من الواقع بشيء، خاصة وأن القرار قد اتخذ ولم يتبقى إلا التنفيذ. القرارات الروسية هي مجرد محاولة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والصمود أمام العقوبات، فالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية توقع بأن ينكمش الاقتصاد الروسي ما مقداره 10% هذا العام. أهلا بكم من جديد إلى النشرة الثالثة. توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دجلو إلى عاصمة جنوب السودان جوبا في زيارة رسمية، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان. ويرافق دجلو في زيارته وفد يضم وزير الدفاع المكلف الفريق الركن ياسين إبراهيم ووزير الطاقة والنفط المكلف محمد عبد الله محمود، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية المعنية بالترتيبات الأمنية لاتفاقية سلام جنوب السودان. وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافقة له إلى جوبا في إطار استكمال مشاورات بشأن بروتوكولات الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان. توقفت مظاهر الحياة اليومية في مدينة شنغهاي المركز التجاري في الصين بعدما مددت الحكومة إجراءات الإغلاق من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في المدينة التي يقطنها 26 مليون نسمة على الرغم من تراجع الإصابات. ومددت حكومة المدينة القيود المطبقة في الأحياء الشرقية، كما أغلقت المناطق الغربية مثلما كان مقررا. ووفقا للإرشادات الرسمية سيتعين على الكثير من سكان المدينة البقاء في منازلهم طالما كان ذلك ضروريا للحد من انتشار المرض. هذا وقد وجهت السلطات السكان إلى عدم مغادرة المنازل. بدأت إيطاليا رفع قيود جائحة فيروس كورونا تدريجيا لتنهي بذلك حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات العامة منذ أكثر من عامين. وقال وزير الصحة الإيطالي إن الإجراءات الجديدة لا تعني أن الوباء قد انتهى، ولكن يجب على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية. ونجحت حملة التطعيم بإيطاليا في تخفيف العبء على المستشفيات، حيث تلقى حوالي 84% من الإيطاليين جرعتي اللقاح الموصي بهما، بينما حصل أكثر من 65% من السكان على الجرعة المعززة. أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 252,530 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى أكثر من 21,357,000 حالة. وأضاف المعهد في بيانه اليومي أنه تم تسجيل 304 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 129,695 حالة. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 45 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك خلال 10 أيام الأولى من شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة. وأوضح بيان للوزارة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأشار البيان إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية.
قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع 2000 صندوق من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة وصل الخير، ليصل إلى إجمالي ما يتم توزيعه 6000 صندوق في جميع مراكز وقرى المحافظة. جاء التوزيع ضمن قافلة وصلت المحافظة وضمن عدة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعا، وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع خلال شهر رمضان الكريم. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن هيئة الأبنية التعليمية قد انتهت خلال الأربعة شهور الماضية من إنشاء 6 مدارس بالمناطق الأكثر احتياجا بمدينة برج العرب وأحياء العمرية والمنتزه وشرق، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على إنشاء نحو 23 مدرسة بتكلفة تقدر بنحو 174 مليون جنيه. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمنظومة التعليم والتعليم الفني من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم. نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية لقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز سمسطة جنوب غربي المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا. وتمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على 1850 مواطنا من أهالي القرية من خلال 10 تخصصات و9 عيادات مجهزة بكافة الإمكانات، بالإضافة لصرف الأدوية بالمجان وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة وتحويل الحالات المتطلب تحويلها إلى المستشفيات. احنا في قريه الكوم الاحمر مركز سموسطة النهارده اليوم الثاني على التوالي، تردد علينا حتى الان حوالي 1800 مريض، معانا 10 عيادات ب9 تخصصات مختلفه، فيها باطنه، فيها اطفال، فيها جلديه، فيها رمض، في الصدر، في الاسنان، معانا صيدليه متكامله بجميع الادويه اللي تغطي كل التخصصات، معانا اشعه، معانا معملين، معمل دم ومعمل طفيليات، ومعانا تثقيف صحي للمواطنين بالتوعيه عن جميع امراض المزمنه والكورونا، ومعانا طول فعاليات القافله كشف مبكر عن امراض الضغط والسكر. شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم من خلال استقبالهم بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن المختلفة، وحرصت الوزارة على الاحتفاء بهم وتنظيم زيارات لهم بدور رعاية الأيتام، بالإضافة لتقديم هدايا ودعمهم معنويا، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لهم طوال العام. يوافق الاحتفال بيوم اليتيم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، وهو يوم يتأكد فيه دعم مؤسسات الدولة والمجتمع لهم. وزارة الداخلية ومن خلال قطاعاتها ومديريات الأمن شاركت الأطفال الأيتام الاحتفال بهذا اليوم بخاصة ذوي الهمم منهم. مش هخاف من النهاردة الاختلاف، إن بقى مسمع لصوت، إن أقوى من الظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل قوة. فقد وجهت دعوة لهم لقضاء يوم ترفيهي بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن. انطلق الأطفال يرسمون على وجوههم التي تعلوها الابتسامات، ومعهم رجال الشرطة في لوحة جسدت مدى الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وأسمى معاني الإنسانية والتراحم. في انتلاقي زيها وعدها في كل ركن منها تلقى ليا في مكان. طبعا الولاد مبسوطة جدا، طبعا اليوم ده بيبقى يوم مميز بالنسبة للولاد، بيحسوا ان في حد بيسأل عليهم، وطبعا وزارة الداخلية طبعا يعني مش بتأثر في الموضوع ده خالص، بالنسبة لهم هم متواجدين معاهم على طول، سواء يوم اليتيم أو غير يوم اليتيم هم متواجدين معاهم على طول. الدعم الذي تقدمه الوزارة للأطفال الأيتام لا يقتصر على هذا اليوم فقط، وإنما على مدار العام،
باستقبالهم في أندية الشرطة والمواقع الشرطية المختلفة وبزيارتهم في دور رعايتهم وتوزيع هدايا عينية على قاطنيها وإجراء كشف طبي عليهم. هو شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم. وزارة الداخلية تملي بتشرفنا بزيارتها، تملي في أي وقت بتبقى معانا في مناسباتنا كلها، بتيجي للأولاد على طول بصفة مستمرة، قاموا بكشف على الولاد، كشف الطبي على الأولاد، على مجموعة من الأولاد، مجموعة كبيرة، وصرفوا بيهم وصرفوا لنا الأدوية اللازمة برضو للأولاد. تحيا مصر، تحيا مصر وأمنها، فخر إني منها، أم سندى ابنها، والقيادة كلنا حن ودفاء. يوم اليتيم هو يوم يظهر فيه الجميع مدى الود والدعم المقدم للأيتام في كل مكان، ودعم وزارة الداخلية لهم متواصل على مدار العام للتخفيف عنهم ومعرفة متطلباتهم وتلبيتها، فهم جزء أصيل من هذا المجتمع يحتاجون إلى مساندته ودعمه باستمرار. احتفالات كبيرة أقامتها وزارة الداخلية بيوم اليتيم. القطاعات الشرطية ومديريات الأمن استقبلت الأيتام بأندية الشرطة، وكذا نظمت زيارات لدور رعاية الأيتام بخاصة لذوي الهمم، بتأكيد على المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية والدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية للأيتام ليس في يوم اليتيم فقط ولكن على مدار العام. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات. وأشار التقرير إلى تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام إلى محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه، وذلك في إطار العقود الموقعة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأوضح وزير التنمية المحلية أن المصنع يعد الثاني الذي يتم تسليمه للمحافظات ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة، وذلك بعد تسليم مصنع سندوب إلى محافظة الدقهلية. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020 حقق مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية حول الإكسبو، حيث فاز بالمركز الثالث على مستوى الأجنحة متوسطة المساحة المشاركة في إكسبو دبي من حيث التصميم الداخلي، وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض. هذا وقد أوضحت جامع أن الجناح المصري حظي على مدار الأشهر الستة للإكسبو بإقبال كبير، حيث تخطى عدد زوار الجناح حوالي 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم. حقق الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020 نجاحات كبيرة ومؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية، وعولت الدولة المصرية على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام، واستهدفت أن يكون جناحها من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة. We'll be right back.
أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد اكتمال إنشاء وتجهيز مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بمحافظة أسوان خدمات مصر. يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة. وقالت وزيرة التخطيط إن التعاون مع الإمارات يشمل مركزي خدمة بكل من محافظتي القاهرة وأسوان كأول مجمعين نموذجيين للخدمات الحكومية وتصميم باقات الخدمات المتطورة وتدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد. أكد وزير البترول طارق الملا أن منظومة المراقبة والتحكم عن بعد لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي تتبع شركة غازتك تأتي في إطار استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول. وخلال افتتاحه منظومة رقمية للمراقبة والتحكم عن بعد لمتابعة محطات غازتك، أضاف الملا أن الطفرة الحالية نتجت أيضا عن رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الوقود، والتي عظمت الوفر المالي للمواطن من الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي بجودة عالية تكلفته تقل بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالبنزين. بدأت محافظة الدقهلية أعمال تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية من أجل تحسين مستواها بالاشتراك بين وزارات النقل والتخطيط والتنمية المحلية. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين ومواكبة النهضة التي تمت في مجال الطرق والكباري من خلال المشروع القومي للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظة، بالإضافة لربطها مع الطرق الرئيسية، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير وإعادة تهيئة 6 محاور طرق رئيسية بالمنصورة بتكلفة تصل إلى 210 ملايين جنيه. المشاريع القومية اللي بتتم حاليا هي مشاريع تطوير ورفع كفاءة وتوسيع محاور مرورية رئيسية للمستخدم مدينة المنصورة من أهلي أو القادم أو الخارج إلى المدينة. هي 6 محاور رئيسية بتكلفة 210 مليون جنيه، وهذا المبلغ هو دعم إضافي من القيادة السياسية وبتعليمات من السيد الدكتور رئيس الوزراء إلى السيد الوزير المحافظ بخطة الدولة، الخطة الإضافية بدعمها ب 210، تم توجيه 110 مليون من جنيه لاختيار مجموعة 5 محاور مرورية رئيسية، هي محور شارع قناة السويس، محور الإمام محمد عبده، محور البهرند، محور عبد السلام عارف، محور مساكن العبور، ومحور منطقة المجزر، وشارع الجمهورية في المسافة من فندق رمادة حتى إشارة جهاد. المشروع ده بتكلفة مبدئية حوالي 30 مليون جنيه لرفع كفاءة المرور في الشارع عن طريق توسعه الحارة اليمنى والحارة اليسرى مع بقاء جزيرة ذات ورود وأشجار في المنتصف وذات ممشى للأهالي شكلها جميل بأنها بوسع الشارع وبحافظ على الشكل الجمالي. طيب الكلام ده طبعا كله طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، السيد القيادة السياسية المتمثلة في السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات السيد محافظ الدقهلية. تنطلق اليوم مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، وتستضيف قطر فعاليات كأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر أن يشارك في إجراءات سحب القرعة نجوم سابقين على غرار كافو من البرازيل، لوثار ماتيوس من ألمانيا، عادل أحمد مالولاه من قطر، وعلي دائي من إيران، وجاي جاي أوكوشا من نيجيريا، ورابح ماجر من الجزائر، وتايم كهيل من أستراليا. تزخر سوريا بمئات المواهب على كل الأصعدة، لا سيما على صعيد التطريز اليدوي. تطريز العباءات إحدى تلك المواهب التي برعت بها شقيقتان سوريتان. بألوان زاهية جميلة وبلمسة عصرية وباستخدام التطريز اليدوي تبدع الشقيقتان السوريتان رباح ورفا حمد الله في تصميم العباءات التقليدية.
في محلهما بالتكية السليمانية بدمشق تستقبل الشقيقتان يوميا الزبائن الراغبين في الحصول على منتجاتهما المميزة، كونهما من أقدم وأهم محترفات التطريز في المنطقة حتى أطلق عليهما شيوخ الكار. قصة الشقيقتين بدأت قبل نحو 50 عاماً، وكان يعيشان في ذلك الوقت في مجتمع محافظ لدرجة كبيرة، حيث إن الآباء كانوا يرفضون عمل الفتيات. وعندما كانت رفا في رحلة إلى إيطاليا رأت البائعات في المحلات وأصرت على فتح متجر لها، ولم يرضخ والدها لطلبها إلا بعد أن وجد مكانا مناسبا لها. رجعت بهالفكرة أنه أنا لازم أعمل مثلهم، يعني حسيت أنهم سابقيننا بهالتفكير، فرجعت لوالدي وقلت له أنا بدي محل. قال لي يا بابا شو لازمك مصاري، أنا بعطيكي بس عدي بالبيت. أبدا بدي محل، وما نام بالليل وأبكي بدي محل، مو مشان مصاري. انتبه يعني في شغلة كتير مهمة، لأنه بابا كان الحمد لله أحواله كتير منيحة، ولي شو بدك مبلغ خدي وعدي بالبيت. قال له أبدا بدي محل. الشقيقتان بدأتا مشوارهما ببيع المنتجات الجاهزة التي كانتا تحصلان عليها من محل والدهما، وبعد نحو 3 سنوات تعلمت الشقيقتان فن التطريز بعد أن اكتشفتا مدى اهتمام السائحين بهذه المنتجات. فترة هو يبعث لنا بضاعة من عنده من المحل، بس بعدين وقت شفنا السواح بيلفت نظرهم تطريز الإيد اختصينا بتطريز الإيد، يعني يمكن بشي سنة 77 الله وربي أعلم، مو أكثر. منتجات رفا ورباح كانت تجذب السياح والسكان المحليين على حد سواء. لقد وظفت الشقيقتان أكثر من 20 امرأة، لكن العدد تقلص إلى 8 فقط بعد عام 2011، بعد أن تضاءل عدد السياح بسبب الوضع في سوريا. نهاية نشرة الثالثة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق قافلة عيون لجيبوتي وتوقيع الكشف على 2000 طالب وتسليم 650 نظارة للمستحقين. الدولة تواصل جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفر السلع الأساسية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة للمواطنين. العملية العسكرية تمتد للخارج الأوكراني وتصل الأراضي الروسية بطائرتين لأوكرانيا. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.